أشهد أن محمد رسول. ذات يوم وبينما جماعة من الصحابة في سفر، إذ أصاب رجلا منهم حجر في رأسه فشج ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالقصة، فغضب غضبا شديدا وقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما كان يكفيه أن يتيمم. صلى عليك الله يا خير الورى.